السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد والمستمع، النهاردة جاي أثير الجدل وأقول لك بلاش تبقى علاء مرسي. علاء مرسي من الفنانين الكوميديين اللي أي حد بيفهم كوميديا ما يختلفش عليه إن هو فنان جامد جدا جدا في الكوميديا. علاء مرسي فنان كوميدي من درجة أولى، بس عمره ما كان نجم شباك. طب إيه السبب؟ علاء مرسي مش بطل ولا نجم شباك مثلا عشان جسمه مثلا قليل ولا هو قصير، لا خالص. هو محمد هنيدي قصير وجسمه قليل وبقى بطل ونجم شباك. علاء مرسي عزيزي المشاهد طلع مع اغلب الفنانين الكوميديانات عشان يسند معاهم في افلامهم، مع انه كان يرمي افيهات كانت بتعلي مشاهدات الفيلم ضعفين. كان عادي علاء مرسي يطلع مع هنيدي مشهد واحد في الفيلم وما يطلعش في المشهد ده غير انه يضحك وبس. لما كان يساله بتضحك على ايه يا اخينا؟ يقول له ابدا، افتكرت حاجه كده. اكيد كلنا فاكرين المشهد ده، وهي الجمله دي اللي كانت بتعلق معانا ولحد دلوقتي بنفضل نرددها. او كان يطلع في مشهد مع هنيدي ويقول ماما حلوه، وبرضه كانت هي دي اللي تعلق معانا. لو سمحت انا متوتر، شوف لي فيها ايه. ماما حلوه طبعا، ربنا يخليها لك. احنا جايبين مطيباتي، كله هيبقى تمام صدقني، كله هيبقى حلو قوي دلوقتي. وسند هنيدي في افلام كتير جدا زي انا يا خالتي والواد حدوته بمعلش احنا بنتبهدل، واللي ما ينفعش الفيلم من غيره. شويه هنخش في التاني. حاضر ماشي يا حاج، اداره قلم واثنين صندوق امريكاني تفاح معتبر لامي. ماشي ماشي، مش خساره في امك صاحبه واجب، بس خليهم صندوق. ايه ده؟ ايه الناس طمعك ده ليه؟ اخص عليك عيل قليل الاصل وواطي، بتقول على اهل حتتك ناس طمعه؟ ما سمعتش عمك يطلع مثلا مع محمد سعد ويسنده ويظبط معاه الكوميديا في فيلم كركر وعوكل مثلا. طيب ده طلع زمان جدا مع احمد عبد العزيز في مسلسل السيره الهلاليه، يمكن في ناس ما تفتكرش المسلسل ده، في دور ابو القمصان، كان دور عظيم جدا جدا. يا جيش لوحدك، يا فارس الفرسان، يا فارس بني زحلان وقاهر اللصوص ولاد بني هلال، محدش ينزل وراهم. ابو القمصان هات حصان للاسير وبس، هنجيب له كمان حصان ومحدش يهينه يا ابو القمصان. امي انا مش فاهم بس ايه اللي جاب علاء مرسي عمل هتلر في الحرب العالميه الثالثه من منطقه كوميديا مضحكه جدا جدا. كان عامل خلطه او مزج بين النطق العربي والالماني، انا شخصيا كان بيهلكني ضحك. يعني عادي جدا تلاقي هنيدي يضربه بالقلم ويقول له اراك توزع من مال امك، والجمله دي تضحك مصر كلها وتفضل معلقه معانا لحد دلوقتي. صح؟ ايوه خلاص. اراك توزع من مال امك. او محمد سعد يرزعه بالقلم مثلا ويقول له اسمها مانتا. ما راحش علاء مرسي مثلا اتكبر وقال لا انا ما اضربش بالقلم والكلام ده. باختصار كده علاء مرسي كان جدع مع كل زمايله وكان بيخدمهم في افلامهم كلهم، حتى لو كان بيطلع بمشهد واحد بس، وعلشان كده فضل زي ما هو. هم فضلوا حاطينه في خانة السنيد اللي بيسند بس عشان هو فضل جدع معاهم، ودي كانت غلطته. علاء مرسي حكاية مخلصتش لسه، بس ما بدأتش صح، فمش هتنتهي في صالحه للأسف. مش نجم شباك، طالما انت فضلت جدع مش هتفضل نجم شباك ولا هتبقى نجم شباك، هتبقى السند بتاعهم وبس. هيفضلوا مستصغرينك ويفضلوا حاطينك في خانة السند وعمرهم ما هيشوفوك بطل.